السلام عليكم، شلونكم شباب؟ محاضرتنا اليوم عن الغاسترايتس and inflammatory disease that affect the stomach. As an introduction, لازم نعرف هاي الترمز، شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بين غاسترايتس؟ شو الفرق بين غاستروباثي؟ غاسترايتس، we mean by gastritis هو inflammation or irritation to the stomach that cause epithelial and mucosal damage. Okay؟ بكل بساطة. بينما الغاستروباثي it is gastric damage, epithelial damage, but without inflammation. Okay, يعني الفرق بيناتهم هو الانفلاميشن. أمثلة على الغاستروباثي ممكن أنه تكون إسكيميا أو processable diabetic بالأثيروسكلوروتيك patients يصير عندهم إسكيميا، فهاي هم راح يسوي لهم epithelial cell damage but without associated inflammation. الباثوفيسيولوجي اوف غاستريتس، هسه الغاستروباثي مو موضوعنا، الغاستريتس هي اللي راح اركز عليها. شوفوا هاي السلايد هذا اللي قبالكم، هذا لازم تحفظونه ودائما يظل ببالكم لان راح تسالون عليه دائما. شنو هي البروتكتيف فاكتورز وشنو هي الاجريسيف فاكتورز او خلينا نقول ديستركتيف هارمفول فاكتورز للاستومك؟ الشغلات اللي تحمي الاستومك هي البايكارب لان تقلل الاسيديتي، البروستاجلاندين لان بروتكت الميوكوزا وهم مينتين جود بلس سبلاي، والميوكاس برودكشن اللي يحمي الابيثيليوم والهاي والستومك لايننج، والبلود فلو تو ذا ميوكاس تو ذا ميوكوزا. اوكي، فهي هاي الشغلات اللي انت تحميك، تحمي ال تحمي الاستومك. زين الشغلات اللي تاذيها شنو هي؟ الاتش بايلوري اللي هي عد بيها واي ميكانيزم، الجاستريك اسيد، البيبسين والنون ستيرويدال. اوكي، اذا يعني يشتغل عكس البايكارب فيسوي دمج للميوكوزا، نون ستيرويدال راح يضبط البروستاجلاندين ويصير التريشن بالبلود فلو فتتاثر. فالجاسترايتس هي عباره انه تزيد الاجريسيف فاكتورز على حساب الديفنسيف فاكتورز، فانت لازم دائما الديفنسيف مالتك دفاعك يكون اقوى من الهجوم. هذا اللي يهجم عليك لازم دفاعك يكون اقوى او اقوى انت. اوكي، هي هيك الفكره. هذا انا اوضح لك الفكره شنو، انه الايتيولوجي اوف غاستريتس. يعني هسه اذا نشوف الصوره الاولى نورمال، يعني با اكو هذا السوق، خلينا نقول هو هذا الديفنسيف فاكتورز مالتك وهاي الهارمفول افكت مالتك كلها جاي تجي بس ما يفيد لان انت الاستومك مالتك قويه. بي هي انكريز اتاك، يعني مثلا اتش سي ال او بيبسين او نون ستيرويد جاي تعرض، فهنا بدا مثل ما تعرفون يعني تشوفون انه الدفاع مالتك ضعف، فبدا انه يصير penetration ومور انجري. سي هي ويك ديفنس، مثل ما تعرفونها شلون ضعيف كلش هو، فيصير الاتاك اكثر. gastritis either it is acute or chronic. هسه نحكي على acute ونحكي عن chronic. acute gastritis refer to the short term inflammation ونيتروفيليك انفلتريشن، هي شغلتين. شوفوا الاكيوت gastritis والكرونيك. الاكيوت gastritis هي شورت دوريشن، الكرونيك يكون لونجر دوريشن. الاكيوت يصير نيتروفيليك انفلتريشن، الكرونيك يكون مور يعني مونو نيوكليار سيل انفلتريشن، ماكروفاجز وغيرها. الاكيوت gastritis تكون وايد رينج اوف سيمبتومز اللي راح نحكي عنها، بينما الكرونيك gastritis تكون اونلي فيو سيمبتومز. زين هاي غاستريتس مثل ما قلنا لونج ستاندينج ومونو نيوكليار سيل انفلتريشن. زين هاي مثل ما قلنا انه اكثر شيء هي كوز باي نون ستيرويدال اند باي اسبرين، مثل ما تشوفون هنا راح يصير انهبيشن للكوكس انزيم فيصير يعني ديكريز بالبروستاجلاندين والتريشن بالبلود فلو. السموكينج، شلون السموكينج ممكن انه يزيد الريسك مالت الجاستريك السر؟ طبعا سموكينج كل شيء نقصد، يعني مو بس بالصوره الجيجاره، حتى النارجيله وغيرها كل شيء يعني. اوكي، ات ويل ستيمليت، يعني شوفوا انتو البروتكتيف فاكتورز كلها راح يقللها السموكينج. يعني شنو؟ يعني ات ويل ستيمليت جاستريك اسيد سكريشن، ات ويل ديكريز ميوكوزال بلود فلو، التريشن ان ذا ميوكوزال بلود فلو، ريديوس بروستاجلاندين سينثيسيس، ديكريز بنكرياتيك بايكارب سكريشن. هاي البروتكتيف فاكتورز اللي ذكرناها كلها يقللها السموكينج، ومع هذا مو بس هيك، راح يزيد لي الجاستريك اسيد وستيمليت بايل سولت ريفلكس. شوفوا انه شنو الميكانيزم وش قد هو من اكثر من طريقه ومن اكثر من باثوي ممكن انه هو يسوي لك غاسترايتس. اوكي، الالكوهوليزم الاكسسيف الكوهول كونسبشن يقول انه حتى هو له رول بس اوفن يكون ايديوباثيك.
stages of acute gastritis, the patient يدخل بحالة acute superficial gastritis, not just superficially, وماكو فد severe damage صاير. بعدين يتحول إلى acute erosive gastritis, يصير هنا destruction, وممكن إنه patient يبدأ بحالة hemorrhage, يصير عنده bleeding وسلفنج. Acute gastric ulceration, هنا أنا دخل بمرحلة gastric ulcer, فالpatient mostly يكون presented as severe GIT bleeding. مثل ما قلنا انه الاكيوت جاستريتس يكون وايد رينج اوف برزنتيشنز، اوكي؟ يعني ممكن انه يكون اسيمتوماتيك اذا كانت لس سيفير، ممكن يجي كابيجاستريك بين، نوزيا اند فوميتنج، ممكن انه يجي يكون فيري سيفير بحيث انه مثل ما قلنا يجي جاستريك ألسريشن، فيجي انه ان ذا فورم اوف ابر جي اي تي بليدنج، يجي هيماتيمسيز، ميلينا، فيكال بلود لوس وغيره. اوكي؟ فهي تعتمد على السيفيرتي مالت الالسر. هسه هذا كل ما يخص الاكيوت جاستريتس. نجي للكرونيك. الكرونيك هو هذا المهم واللي تجي عليه اسئله دائما. الكرونيك جاسترايتس ب ثلاث انواع مهمه، يعني وبي اكثر من نوع اوكي، بس ثلاث انواع احنا ذني مهمات جدا. تايب A B and C. تايب A جاسترايتس اللي هو شلون يكون هذا؟ هذا تايب A جاسترايتس فهموه انه هو اوتو اميون بروسس. زين، راح تجي الاوتو انتي بوديز تشتغل ضد منه؟ تشتغل ضد البارايتال سيل. اوكي، احنا شنو قلنا اذا تتذكرون بمحاضره الفسيولوجي؟ قلنا البارايتال سيل منو اللي يحفزها؟ يحفزها قلنا الكولينرجيك سيستم والهستامين، وايضا منو يعني له رول انه يسوي لها بروليفريشن ويبداها اول وحده اللي هو الجاسترين. زين، بنفس الوقت هي شنو تطلع؟ تطلع انترنسك فاكتور وتطلع لي هيدروكلوريك اسيد. زين، فاذا ايش راح يصير؟ يصير انتي بوديز اجينست البارايتال سيل، يصير البيشنت اكلوهايدريا، ماكو اتش سي ال. يصير البيشنت برنيشس انيميا. شنو معنى برنيشس انيميا؟ برنيشس انيميا هي فد اوتو اميون ديس اوردر ان ويتش ذير از مال ابزوربشن اور ديفيشنسي اوف بي 12، لان الترنسك فاكتور ماكو وهو لازم يكون موجود حتى يصير ابزوربشن للبي 12، فبالتالي بيشنت يدخل بحاله ميغالوبلاستيك انيميا ممكن. از كومبنسيتوري ميكانيزم، لان الجاستريك اسيد ما جاي يطلع ولان البارايتال سيل بدات تضعف، فالستيمولس المين ستيمولس لها يظل يزيد بعد بالزايد اللي هو الجاسترين. في البيشنت شو يصير عنده؟ يصير عنده هايبر جاسترينيميا. اوكي؟ هيك يعني ككوبنساتوري ميكانيزم تصير. البيشنت ايبل نفس الشيء انه يصير لايبل فور مايكرو ادينوما وتعتبر هي بري مالجنت كونديشن. النوع الثاني اللي هو تايب بي جاسترايتس اللي هو اتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس. اوكي؟ الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس موستلي ات افكت ذا انترم. اوكي؟ patient طبعا يكون prone to peptic ulcer disease. إذا صار involvement to the all of the stomach ممكن patient develop cancer، وقلنا يعني بسبب إن هي تكون الميتابليشيا. أوكي، يعني هو هذا عرف إن هو type B هو اللي يكون associated with H. pylori. زين، عندنا reflex gastritis. reflex gastritis شنو هو؟ إحنا شرحنا الميكانيزمز وقلنا إنه من يوصل الأكل للديودنم شلون إنه يصير three mechanisms حتى إنه inhibit الجاستريك peristalsis and motility. فهنا يصير العكس شباب، يصير انتيرو جاستريك ريفلكس تبدا هاي الانتستينال كونتنت كلها ترجع للاستومك. اكثر شيء يصير افتر destructive gastric surgery او ممكن افتر كوليستكتومي، occasionally مرات تصير even without surgery. زين، شلون تعالجها؟ انت ضد شغلات تلزم هاي الكونتنت وما تخليها ترجع، مثلا بايل تشيليتنج ايجنت. اوكي، اللي مثل ما تعرفون انه هو من يوصل الاكل للديودينم راح يصير سكريشن اوف بايل من الجول بلادر، فالبايل يظل يعني كفرنج الفود وبايند تو ات، فنعطي بايل تشيليتنج ايجنت نفس الكوليسترامين فيتحد بيهم. اوكي، حتى ما يخليهم يرجعون. ممكن نعطي ايجنتس ذات انهانس الجاستريك اوت فلو، يعني نعطي بروكاينيتك ايجنت حتى انهانس جاستريك امتنج نفس الدوم بيرادون. اف سيفير كونديشن ما فات نحول على السيرجري. زين، ليس كومن تايب اللي هي الليمفوسيتك ايجنت جاستريتس اللي هي ممكن تكون اسوشيت وذ اتش بايلوري انفكشن اند تي سيل انفلتريشن. اذر تايبس اكو ايوزينوفيليك، اكو جرانيلوماتاس جاستريتس اللي يصير بالكرون ان تي بي، ممكن عندك الايتس اللي هي هاي كريبتوسبوريدم بارفوم. يعني كريبتوسبوريدم بارفوم هي one of the infections that cause gastritis، وبكتيريال causes هم ايضا عندنا. clinical features قلنا انه الكرونيك gastritis يكون only a few symptoms،
patient presented nausea, vomiting, and abdominal discomfort, بس قلنا انه تكون اقل من ال acute gastritis, الرينج مال presentation. اوكي, بالنسبه لل hypertrophic gastritis, ال hypertrophic gastritis شباب شوفوا, it is يعني من اسمها hypertrophic, الميوكوزال فولد, اوكي, الميوكوزال فولد الموجوده بالستومك يصير فيها hypertrophy, هاي الميوكوزال فولد كلش تكبر زين. ف هي شنو وظيفتها هاي الميوكوزال فولد؟ سكريت الميوكس, فيصير اكسسيف ميوكس برودكشن. من يصير اكسسيف ميوكس برودكشن البيشنت لايبل فوق شغلتين, راح يصير بيه هايبروبروتينيميا ويصير بيه هايبوكلورهايدريا, يقلل البروتين ويقلل اتش سي ال. اوكي, فهي هاي الفكره مالتها. في البيشنت يكون لايبل فور انيميا, يكون لايبل ايضا فور مالجنسي, لان هم يعني يصير هم ميتابليجا ويحول بيشنت الى مالجنسي, والتريتمنت مالتها هي جاستركتومي, لازم يعني لازم انه تنشال الاستومك. اوكي, فهي من اسمها هايبرتروفيك يصير هايبرتروفي بالميكوزر فولد واكسسيف ميوكس برودكشن. زين, هذا هي كل محاضرتنا عن الجاسترايتس, ان شاء الله تكونوا استفاديتوا.